عسلامة ومرحبا بكم الناس كل فيديو جديد، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. شاي طيبة كانت تفرج فيها قبل اذان المغرب، وصحة شريفة كانت تفرج فيها بعد اذان المغرب. عدنا والعود احمد، الحمد لله بعد غياب 3 شهور عدنا طول التصوير تاع الكراهة بماتريال جديد وبروح جديدة وبطريقة جديدة، وان شاء الله المحتوى يبقى يعجبكم، نكون على قد ثقتكم، على خاطر حتى في 3 شهور هذوكم قعدتوا تتابعوا وقعدتوا تسألوا كل عبارة ما غبتش، ما حسيتش روحي عبارة غبت مع المتابعين الا المحتوى اللي ينقص. اخر مره وقفنا مع اوبيل، صورت لكم الاوبيل موكا اللي تراو فيها توا مغادي، والفلاستر اللي بحالها هذيك صورتها لكم، واليوم جبت لكم الاخت الصغيره بالكل واللي هي الاوبيل كورسا كهرباء، جات لتونس عندها برشا. الوكيل المزركي عاود جاب منها موتور جديد كهرباء سوقها اكثر من 70,000 دينار في تونس، دونك باش تاخذها باش تكون عندك برشا اسئله، خاصه انه اوبيل حتى كي رجعت ما كانتش الحاجه الماركه ما رجعتش محبوبه كيف ما كانت قبل، معناتها برشا الناس ينتقدوا بحكايه موتورات، حكايه اسوام، حكايه موديلات اللي جابوهم. دونك اليوم جبت لكم الاوبيل كورسا الفيرسيون تقريبا نفسها اللي في تونس، باش نحكيو على كل المواصفات اللي فيها، الموتور نتاعها من الداخل من برا، وباش نعطيكم على المميزات والعيوب نتاعها، وانت بعد تنجم تقرر تاخذها ولا لا. قبل ما نبداو اشتراك في القناه مهم برشا باش ترى محتوى كيف هكا، واذا عندك اي سؤال مرحبا بك في التعليقات في فيسبوك في انستغرام في تيك توك والا على الواتساب، كلهم باش تلقاهم في الديسكريبشن في صندوق الوصف في اللوطه. يلا بينا ليتس جو. قبل ما نبداو نحكيو على الكهرباء نتاعنا وجهه اماميه نتاعها خلينا نحكيو على الكهرباء شويه. اوبيل كيف ما تعرفوا بتاريخها في تونس، جات من قبل عندها من قبل، وهي كانت تبيع تابعه وكيل افريكو تو، ومن بعد قصت فتره ومن بعد عاودت رجعتها ستافيم على خاطر اوبيل ديجا ولات مع PSA، ومن PSA ومن مع ستافيم، ومن ستافيم ولات مع PSA، ومن PSA مع جروب ستيلانتيس. دونك اوبيل هي بيجو تو سيتروين، هي الماركات هذوما ودي اس وكل كلهم متحدين مع بعضهم، يعني نفس الموتورات ونفس الكاليتي نتاع الماتريال. اما شنو هي في الديزاين مش كيف كيف، هاك علاش اوبيل تو تلقاها بديزاين مختلف. والحاجه الباهيه اللي نحب نوضحها لهنا انه اوبيل حافظت على اللمسه الالمانيه في الديزاين نتاع كرهبها رغم اتحادها مع بيجو. هذه حاجه بها لاحظتها في الاسترا، صورت لكم الاسترا جديده، لاحظتها في الموكا، وزيد نكملوا لحظه توا في الكورس. دونك ظهر توجه، شنو هي توجه؟ انه اوكي نربحوا نفس الكاليتي تاع الماتريال، نفس الموتورات، لكن كل واحد يعمل الديزاين حسب المدرسه نتاعو، حسب كيفاش هو تعلم حكايه الديزاين. مثلا الديزاين الالماني مش كيما الديزاين الفرنساوي، هذا اللي لاحظوه في الكهرباء من قدام. الحقيقه التصميم تاعها الماني بحت، ما فيهوش حتى لمسه فرنساويه. عندنا شيء تو قبل ما نصور شعلت لكم ال اي دي باش تشوفوه، هاكا ابيض مغادي كان قاعدين نشوفوا فيه، فيها ال اي دي من قدام، حتى تاع تونس زاد فيها من قدام ال اي دي. عندنا الكروماج لهنا في الكالندر مزيان برشا، ما فهمش برشا كروماج مزيان على الاخر الكهرباء، وعندنا الدور نتاع الرادار من قدام هذوما حتى تونس فيها. اما شنو هي الحاجه هذه؟ فيها اضواء الضباب لونتي برويار، اما تاع تونس ما فيهاش اضواء الضباب، هذا الفرق الوحيد تقريبا من قدام. خلينا نشوفوا على جنب بالك تفرق حكايه. نجيو للجنب توا باهي، بالنسبه للجنب تاعها نبداو اول حاجه اللي هي طولها باش نعرفوا المنافسين نتاعها. بالطبع طولها 4.60 متر، شكون ينافسها الكهرباء هذه؟ دونك انت كي تحب تاخذها مع شكون تنجم تقارنها؟ خاطر ساعات واحد يقول لي اوبيل كورسا ولا سانجيونغ تيفولي، عطيت مثال انا مش حكيت سانجيونغ تيفولي بالذات. دونك لازمك تعرف مع شكون تقارن، خاطر بعد حسب الاستعمال وحسب الاحتياج نتاعك انت. دونك 4.60 متر نجم نقارنها مع بولو، مع هيونداي ايفان، كيا ريو، والمنافس اكثر منافس لها واللي هو البيجو 208 واللي هي 208. يعني قاعدين نشوف في جنط بالاكحل اللي في تونس جينا بجنط بالجري، وحاجه اخرى مختلفه هذه العجل 17 انش واللي في تونس جينا 16 انش. دونك هذه ماهيش حاجه خايبه، معناتها في تونس 16 انش بالعكس نقص الكونسومسيون على تاع تونس، والسسبنسيون زاد تكون احسن. باهي لهنا على جنب ديزاين زاد سامبل على الاخر، كروماج شويه من قدام شويه على جنب ما كثروش برشا، وعندنا الروتروفيزور فيها نظام النقطه العمياء، حتى في تونس زاد فيها نظام النقطه العمياء، وزاد هذه فيها الفران ديسك من قدام ومن تالي، والبنتور تاعها بيتون ذو الوان. هذا هي الاوبيل كورتا على جنب، كهرباء سامبل على الاخر. عندنا خط بركه يمشي من غادي من اخر ليل من غادي حتى يكشي لوين الضوء من هنا، هذيك هي بالنسبه للجنب نتاعها سامبل على الاخر ونظيفه ومحلاها ماهيش خايبه. نجيو للتليني نتاعها تو باهي، بالنسبه للتليني خليت لكم ال اي دي على خاطر فيها ال اي دي من قدام ومن تالي، هاك قاعد تجيش على من تالي، هاو خط كيف هناك راك قاعد ترى فيه تو من غادي. بالطبع لهنا فيها دوبل سورتي قاعدين تراو فيهم، مش الكل فيهم دوبل سورتي، فما موتورات معينه طبعا نحكيو عليها هذه اكثر بالتفصيل. عندنا فيها الوحده تاع الكاميرا دي لوكول والديزاين من تالي زاد محلاها. الحقيقه تو انت كيف تحط قارنها بالبيجو 208 رغم اللي معناتها حتى كيف تمشي للدار دار تاع البيجو دار تاع الستافيم ولا البي اس ا باش تلقى البيجو والاوبيل مع بعضهم. دونك الحكايه ماهيش حكايه انه تقول هذه انا خير وانا كذا، اما هو التصميم هذويا قام انا كان تقول لي انا في التصميم ونقول لك راه الاوبيل كورسا قطعا على خاطر 200 الحق ماهيش مزيانه بالكل، وهذا رايي انا نجم يكون انت عندك راي اخر خاطر التصميم اتويق كيف ما قلت لك. انا عندنا البيكي السبولي
محلي مش خايب كل يعطي روح رياضيه الكهرباء ينعكس على التوجه نتاعها خاطر هي التوجه نتاعها شبابي وعائله صغيره فرد وقت نشوفوا بعض المساحات من الداخل باش نعرفوا اذا تناسب عائله ولا كيما قلت لك انا تاع الكاميرا ولهنا نذكرك اوتوباسيون باش تعمل اشتراك في القناه باش تراوي فيديوهات كيف هناك وتدعمنا بالتعليقات نتاعك يلا نشوفوا المال نتاعها نسيت باش نقول لكم اللي الريتروفيزور نتاعها رابطابل قاعد تشوف فيها من غادي باش نحلوا المال خلينا نوريك المفتاح ساعه المفتاح كيما موديلات اوبيل كل حتى كيما بيجو زادا تسكير حلين مال وحلين الكهرباء بالنسبه للمال تقعد نزل عليها كهو عمل الحس تو تهز المال باهي بالنسبه للمال تاعها بالنسبه للمال تاعها الحق من اصغر من اصغر ما فما في الكاتيجوري نتاعها كهرباء واحده مطيح عليها واللي هي الام جي الام جي 3 الام جي 3 اقل منها لكن هذا يعطي قبل الاخراني هذا في الليسته نتاع المنافسين الحق هذه واحده من احدى عيوب الكهرباء الحموله نتاعو 309 ايترا من داخل ايش فيه من داخل ما فيه حتى شيء نزيدك عليها مثلا فيهوش ضوء ولا كروشيه ولا حتى شيء اخر ومن هنا ما فيهاش فيها رود سكور فيها خاصه ما فيهاش دونك فيها رود سكور تاعها قالت ماهيش كيما الجنط اللي ترفيه اللي ريتو قبيله في جنب هذا هو بالنسبه للمال تاعها بالطبع المقاعد هذوما نجموا يتساووا واحد على ثلاثه اثنين على ثلاثه هذا بالنسبه للمال تاعها وباش تهبطوا عندك يمين عندك يسار علاش على خاطر الاوبيلا هذه تنجم تكون اسمها فوكس هول فوكس هول تمشي السوق البريطاني ومن السوق البريطاني ولا غادي ينجموا يسوقوا على اليمين دونك لازم يعملوا للزوز هذا علاش دونك ديتاي صغير حبيتك تعرف باش علاش كثر زوز وحدين وباش نهبطوا المال جوست هكا خلينا نشوفوا توا من داخل المساحات كيفاش به نجيو لدخلاني توا بسم الله الكرسي هذا كرسي زوز قاعدين تراو فيهم مؤخرين للاخر باش نشوفوا اقصى ما فما واحد تبارك الله سمين من قدام وطلع معاه ناس من تالي شنو يصير باهي عندك لهنا بالضبط جاي انا طولي 1.76 جاتني بالضبط مع ركبتي اما من الفوق مازال عندنا الاسباس من قدام من الفوق ما شاء الله معناتها الكهرباء عاليه ماهيش خايبه اما قلت لك من قدام هذا راه تنساش الكرسي مؤخر باهي قبل ما نتعداو للتو الجنب هذا خلينا نشوف الكونتربورت اش فيه كونتربورت كله بلاستيك من تالي ما تلهاوش برشا دونك علاش خاطر فما توجه تاع الكهرباء بالنسبه ليه مش العائله باش تاخذها كهرباء ذي طبعا نفسر لكم علاش خاطر فما موديلات اخرين دونك هنا عندنا فيتر الكتريك عندنا نظام صوت معنا عندنا بوق من هنا اما كله بالبلاستيك بلاستيك دور كي نضربه ما تدخلش يدي معاه فهمت اما راهو جوده نفسها نتاع بيجو وسيتروان وكل هذاك هو نفس نفسه به هنا عندي تونيل نجيب طول البلاصه الوسطانيه الحقيقه ماهيش خايبه في المساحات بالكل ما تنحس لي فما الزوز نجم يقعد بحذايا زوز ادولت شويه مهم السمان برشا لان لا عندي لا ايراتور لا عندك وين تشارج لا حتى شيء وهذه زاد من احدى عيوب الكهرباء خاطر المنافسين فيهم ولا مثلا هيونداي فان بولو دارلي ولا فيها زاده بعض المنافسين فيهم لان عندي ثلاثه روبوستيت وعندي ليزو فيكس تاع البيبي ونجيو لهنا زاده نفس الحكايه ومن هنا عندي ونشد يدي وما عنديش بلافونيه من تالي نجيو لعيب ثالث تاع الكهرباء بالرسمي من تالي عندك من تالي والمال ما تلاهوش بالقدام خلينا نشوف من قدام زعما عملوا حاجه من قدام الوضع تغير وتعرفوا الحكايه دي لاحظتها مع الموكا زاده الموكا من تالي ما عملوا فيها حتى شيء جاوا من قدام ابدعوا اوبيل قاعده تعمل في التوجه هذايا اما شوف في اللاستر الجديده الاخرانيه ولات تتلاها بالتلاني بالك توجه جديد باش تولي زاده حتى اللي يركبوا من تالي تتلاها بها خاطر هذه حاجه مهمه الماركه كيف من هكا من قدام شو اللي عنا من قدام شو اللي تقريبا كيف تاع تونس بالضبط حاجه بركه اللي قاعد نجرب فيها اليوم بوات اوتو اللي جينا لتونس بوات مانيوال جير هذه حاجه هنا عندي لهنا لاكودوار من داخل صغرون مش خايب يقدم يوخر محترم مش خايب الكل زوج حاملات اكواب وين تحط المفتاح الدرايف مود فيها سبور ايكو وسبور ايكو ونورمال العادي فراند باركينج الكتريك وعندي من هنا عندي فلس ثلاثه فلس من هنا فلسه نتاع لومبوتياج تسقط وحده فلسه نتاع حفاظ على المسار في تونس موجوده وفلسه نتاع صوت الرادار في تونس زاده موجوده نجي لهنا عندي وين تحط حاجه كي قجر وين تحط حاجه عندي اليو اس بي وعندي 12 فولت وعندي الكليماتيزور تاعها اوتوماتيك في تونس زاده اوتوماتيك نفس الكرون اللي جينا في تونس خلينا نحطوا كونتاكت دونك الكرون باه قبل نحكي على الكرون طبعا نوريكم الكرون تاعها نجيو توا للفينيسيون نتاع الكونتربورت من هنا عندي كي طرف فينيسيون مزيانه ماهيش خايبه بالكل وعندي مغلف بالسيربيكيول قلت لكم كيفاش من قدام بدلت الحكايه من كي ترى من قدام ما تقولش من تالي هكا دونك لهنا عندي سيربيكيول بالابيض كات فيتر الكتريك التريفيزور كما قلت لك رابطابل وعندي قجر باهي برشا في الباب هذايا نفس الحكايه من غادي نفس الفينيسيون في الباب اللي وراء الكاميرا باهي هذا هو بالنسبه لي اما توا اقرب لي شويه خلينا نوريك كيفاش توا الانسترومونتاسيون والجو والكرون اقعد معايا توا نجيو نحكيو على الكرون ولا الانسترومونتاسيون قبل هذاك باش نقول لك في الكرسي هذا والكرسي اللي بحذايا هذوما زوز فيهم ريغلاج لومبير معناتها فيهم ريغلاج لومبير وفيهم ريغلاج اوناتور نتاعهم باهي نجيو للفولون الفولون عندنا الكروز كنترول
الفلوس تاع الكروز كنترول، ولهنا عندنا نتاع البلوتوث وتعلي في الصوت وتنقص والحاجات هذوكم. الاكرون اللي قاعدين تراو فيه هذاك كيفاش توجهوا، ما عادش يحبوا حكايه انه زوز دور ولا حاجه، باهي برشا دونك تمهيدا انه تولي فيها الاي كوكبيت. دونك لهنا عندي اكرون كامل فيه مثلا غادي قاعدين تراو، غادي نقرب لكم اكثر، فيه الاوتونوميه نتاع الكهرباء من غادي، فيه الكونتور، فيه كونتور الكترونيك، فيها الدوره اللي تراو فيها هذيك، الدوره البيضاء اللي تراو فيها هذيك تقرا البلايك حتى تاع تونس فيها، راه انت نحكي لكم دابا كيما تاع تونس بالضبط. لهنا عندي باليت فولون، نجيو لهنا عندي الاليمات اوتوماتيك كيما تاع تونس بالضبط. لهنا عندي نتاع المسافات الضوء، هذه نتاع تقوي وتنقص المسافات نتاع الاكرون اللي كنت موريكم فيه، وهذه نتاع الارتفاع مستوى ارتفاع الاضواء الاماميه. لهنا الفينيسيون تولي لنا بالبلاك ماهيش خايبه. ومن هنا نجيو للإكران نتاعنا، حاجة بركة تو باش نشوف نبدلكم اللغة باش تفهموني فاش قاعد نحكي. الإكران مبدئيا يجاوب مخر شوي، رزين شوي معناتها. أين هي اللغة؟ سيستم كونفيغوراسيون. اه هاي اللغه، دونك نشوف فما فما اللغه العربيه هاي البرشا. حتى في الاستر اللي فات لقيت اللغه العربيه اوبل اللي هي بالحكايه هذه وماهيش مقصره. دونك نرجعوا توا نعاودوا نسكروا هكا، شوفوا هكا خنعاود ناحية كونتاكت هكا، ونعاود توا نحل لكم من الاول جديد. شفت كيف تجيك اوبل تستقبلك من غادي. لهنا عندنا في فلسه نتاع تزيد الصوت وتنقص هاي، وعندنا دي تاع التسكير ودي نتاع الفيد تريس واللي هي كاتر كلينيتون. بنجيو لهنا، لهنا دي تنزل على الكهرباء باش تبدا باش تشوف تبدل الحاجات في تاع الكهرباء. مثلا تبدي تلقائي بين مصابيح الاضاءه الجديده والخافته، يعني عاد ضبط انخفاض ضغط الاطر تاع الكنترول بريسيون دو بنو، منع التزحلق التراكشن كنترول، اجراء اختبار دياغنوستيك معناتها باش تشوف كان فما حاجه في الكهرباء. بنجيو لهنا عندي هذيك نتاع الصور والاس ام اس، انت كي تكونيكتي التليفون خاطر فيها الاندرويد اوتو والابل كار بلاي، تكونيكت التليفون وتولي تشوف من غادي. نجيو لهنا عندنا نتاع السطوع واللي هي اللومينوزيتي الدارك هذيك نتاع باش في الليل باش تنقص في اللومينوزيتي نتاعها. الاعدادات نجيو لهنا توا الاعدادات، عندي اللغه هذيك اللي نعمل فيها، تاريخ والساعه عندك الدات وكل، تحديد الخيارات الشخصيه لهنا هذه حاجه باهيه. دونك انت كيفاش تحب حاسوب اللوحه الاماميه فارغ الوسائط، مثال انا توش نجي لهنا الوسائط من هنا هكا، والا المساعده على اليقظه اثناء القياده واللي هي الديتكتور دو فاتيك، اكيد قاعد تفهم فيها بالعربي زاد. طبعا كان خدمان نوريكم كاليتي نتاع الكاميرا نتاعها. الاكران يجاوب مخر شويه اما صافا مش خايف. نجيو لهنا عندنا الكلماتيزور تاعها اوتوماتيك زين زون واحده لهنا، هذه باهيه بالكدا هايكا فيها تاع المرايه، وهذه زاده فيها المرايه كل. واللي معنا اليوم فيها فيها السنروف، اما ما يتحلش السنروف، شوفوها ما غادي دونك ما يتحلش، جوست فيها الاضواء هذيك وهذيك تاع السته ما يتحلش، جوست دينا كهو يمشي حتى يكشي المنتالي، المنتالي نجم يراوز دبل كدا. شفتوا كيفاش الطقس ممطر اليوم؟ الحمد لله ما مطرتش وحنا نصوروا قصد. دونك هذه هي الكهرباء من داخل. حاجه برك نوريكم القجر يا بتاسيستي وتفرجوا الكبر نتاعو. ها ما شاء الله والله كبير بالكدا بالكدا زاد، وفيها لهنا قجر هكا وقجر ما غادي. شوف حتى ستوشك تحط ستوشك تاع الواحد تقعد مت في ديك، لازم تمشي شيرة الاخر. من هنا تسكر لابيس واللي ما ننصحكش بها الفازه هذه. الفينيسيون من هنا بلاستيك مغلف تتحرك شويه صراحه، لكن ماهيش خايبه. هنا باش نوريكم قبيل حكيت لكم على اللوفيه تاع الفيتيس والفازات هذاك، والكرسي هو فيه حتى ليزوفيكس من هنا في المكس ده لاحظته شفتوا؟ ليزوفيكس من هنا زاد. هذا هو بالنسبه للداخلاني نتاع الكهرباء. باش تو نبداو التست درايف نتاعنا بالنسبه للكهرباء. اول حاجه خليت لكم من برا باش تسمعوا صوت نتاع الموتور. باهي جوست باش نوريكم الريار كاميرا نتاعها. دونك فيها خطوط يدورو، وزاد فيها بعض البوزيسيونات تنجم تكون 180 درجة وتنجم تكون من فوق من اللوطة وكل، معناتها فيها من قدام وفيها من اللوطة 360 درجة، والخطوط يدورو راك قاعد تشوف توا في الكاليتي نتاعها. وتوا نبداو على روحنا بسم الله.
طيب اول حاجه باش نحكي عليها هي الموتور تاع الكهرباء. باين في تونس جاتنا بموتور قبل جاتنا اول ما جات عميل تالي جات موتور 75 شوادين وقتها ما قادش حتى طلب بالكل الحق والناس ما قبلوهاش على خاطر الموتور ياكل الزيت وموتور ضعيف وكل دونك هذا يعمر عادي. ومن بعد توا في الفتره الاخرانيه جابوها موتور واحد اخر موتور اللي هو 100 حصان و 100 حصان ويولد 205 نيوتن متر. دونك هذا الموتور اللي جابوه الاخراني. اما اللي نجرب فيها توا ماهيش نفس الموتور، نجرب فيها توا موتور 130 حصان اللي هو نفسه موجود في لوبيل استرا، في لوبيل كروسلاند، موجود في البيجو، موجود في سيتروين، موجود في الكراهب الكل. الكراهب ما بين سيتروين وبيجو الكل. دونك الموتور قاعد نجرب فيه توا 130 حصان و 230 نيوتن متر، دونك زايد شويه في القوه وزايد شويه في العزم نتاعها. دونك هذا بالنسبه للموتور نتاعها. اللي في تونس جينا بوات مانيال 5 رابورات، واللي هنا اللي قاعد نجرب فيها توا اي اي تي 8 رابورات، هي نفس البواطه تاع الاسترا ونفس البواطه نتاع الكراف بيجو وكل يعملوا فيها بواطه ايزين معروفه البواطه معناتها ناجحه وكل. برشا ناس توا خايفين يقول لك موتور بالك ياكل الزيت ولا حاجه. ماك بالنسبه للموتورات هذوما بيجو قبل صحيح واجهت المشكله دي وانا حكيتها حتى في الاسترا. دونك كانوا قبل موتورات ياكلوا الزيت، اما توا في الموتورات هذوما توا اللي عملوها من جدد توا ما عادش توا الحكايه هذه تحسنت ولا قديه في الحكايه هذيك. دونك فهم لحد الان فما حتى مشاكل الحكايه هذيك. ديجا عندي نهارين برك اللي يسالني واحد قال لي حنا خو بلاستر خايف الموتور ياكل الزيت، السؤال هذا ديما يتكرر. ديجا هو اصلا سبب باش الكهرباء ما نجحتش. دونك وحتى بيجو تو زاد ماهيش نجحه ولا قديه برشا في تونس. دونك احنا قاعدين نجربوا فيها باش نحكي لكم على انظمه المساعده اللي فيها. فيها نظام مساعده على الحفاظ على المساء. هاكا تو كان قاعدين تراو فيها من غادي هاكا الكهرباء بيناتها زوز خطوط خاطر تو اكتيف. فيها النظام اللي يقرا البلايك، فيها الكروس كنترول ادابتيف كروس كنترول، فيها برشا اوبسيونات، فيها حتى تاعك في الامبوتياج تسكت تعطيك تخدم. حتى هذوما كل موجودين في لوكال كورسا نتاع اللي تجي لتونس. فيها الباليتو فولون من هنا، وفيها زادة 3 مود دو كونديت، وفيها زادة نظام النقطة العامية، واللي في تونس زادة فيها نظام النقطة العامية. حاجة لاحظتها وعجبتني برشا انه العزل اللي هنا مخدوم عكس 300 اللي جربتها برسمي. مش قاعد نسمع برشا في حس الموتور اوكي طالع قدر تروسيلاندر حاجة عادية، اما مش كما توقعت. توقعت باش يكون صوت عالي برشا، اما الصوت مش خايب بالكل. دونك احنا توا قاعدين ندورو في وسط البلاد، ممكن نخرجوا شوية على الطريق نحكيو على لي مود دو كوندويت اللي فيها. القاعدة فيها ماهيش خايبة بكل حق، كهرباء كومفورتابل بالقدا بالقدا. توا احنا في دودان السسبونسيون تاعها يابسة شوي ماهي ستوب برشا. العجل خاطر العجل اللي معنا راه توا بارديسات، اللي في تونس جينا بارديسات كيما قلتلك. وقبيلا نسيت ما قلتلكش اللي هي فيها اللي البلارات تاع الإيطاليين تاعها في مي. توا هكا قرالي البلاك 20، اما انا قاعد نمشي في 36، ما فيهوش تحذير تاع البلاك، اما فيه قداش انت لازمك ما تفوتش. وتوا مثال هنا قاعد تعطي فيه اللي انا في الفيتاس الثانية توا. دونك لهنا فما بلاكة ستوب، قال لي هاكا شاهد غادي فما واحدة تاع ستوب. هو قال لي قال في البلايك انت من غير ما تغزر الفوق. هذه حاجه باهيه على الضغط، ولينا نراو فيها في الكراب الكل كاتيجوري هذه ولات موجوده فيها حاجه هذه معناتها سهوله. هاو احنا في سعده، صوت الموتور طلع شويه. اما الحقيقه العزل اللي نتفاجئ منه توقعته مش يكون هكا. الحق العزل تاعها خير من العزل تاع بيجو 300، رغم اللي بيجو 300 كاتيجوري اخرى وصوم تقريبا الدوبل. راك مثال فيها لي باليت من هنا توا حطيت تروازيام، اها باليت بلاس و ماينس من هنا حطيت تروازيام، اها حطيت كاتريام سانك طيح دوزيام هكا. شفت كيفاش تحت الكاميرا علاش؟ على خاطر فما شكون قص عليا من قدام والكهرباء عملت لي إشارة فما بريك والكاميرا تحت زاد. دونك هاكا صارت قدامكم ديجا راك سمعت الحس. وفيها نظام توا هاي توا هي الكهرباء سكتت توا الكهرباء سكتت على خاطر فيها نظام تاع اللي تسكت وحدها في وسط الامبوتياج. ديجا شعلت لي غادي بالاخضر اللي هي سكتت. انا توا كي نعاود نسال كي نسيب الفرن عند الاكسلراتور الكهرباء باش تعاود تخدم وحدها. وبطبع فيها الكروس كنترول من هنا
عاد ختم. دونك هذا هو كل بالنسبه للكهرباء. الكهرباء ما شاء الله يعني. مثلا لازم نشوفوا من هنا المود تاعنا، المود سبور تولي تجري بالكدا، وصوت الموتور يطلع بالكدا. عندنا المود نورمال والمود ايكو، حتى في المود ايكو مازال تزيد تجري بالكدا. اما نقصت الوحده نتاعها، نقصت ال بيسونس نتاعها على حسب. هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا تاع لوبيل كورسا بالنسبه لليوم. علاش نعمل فيها الختم هوني رغم اللي لوبيل كورسا ويني ماهيش ورايا، وانما الكهرباء اللي ورايا هي الكهرباء اللي بشتروها في الفيديو القادم ان شاء الله. والكهرباء هذه ما عليها حتى تجربه عربيه في اليوتيوب، اول تجربه عربيه باش تلقاها في القناه نتاعي. حاول طلع لي الكهرباء، طلع الكهرباء شنو هي، والا ادخل القناه تلقى الكهرباء هذه، والا تبقى تظهر لك توا المينياتور نتاعها.